شيء يعجبكم ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. على البركة الافتتاح. ايه رعية اللمبات. اوه مبسوطة رعية اللمبات وش اخدتي. وش عطوا ترامس. وعمة المضيوم هنا ورعية المكياج. امه شو تبى؟ امي تبي ترامس جديدة في المضيوم كسرها. تعالوا يا اهل الزين. هذا حقة كشخة يا حمدة. توقعين هذه ام المضيوم تقدمها لنا ولا للضيوف؟ للضيوف اكيد ما شاء الله. هذه سعرها مدير جديد ب 99 ريال. ها هي عمة المضيوم بتاخذين واحدة منها. الذهبية حليوة. ما شاء الله. ها؟ بناخذ منها الحين. 5 ريال. وتعالوا شوف هنا على 5. حقت وش ذي؟ هذه حقت الخضار. حقت الخضار على 5. وهذا الحوافظ بعد على 5 ريال. فخار. عندكم الاكواب والفناجيل. يا حقين النسيم. لا يفوتكم. تعالت عن هنا الطقم. والله حلو. 3 حبات ب5 ريال. كريمة رمضان. كريمة رمضان رمضان راح. وتعالوا هنا تقديمات بعد على 5 ريال. والحافظات. الصحينات ذي على كم؟ 5 ريال. 5 ريال. ودائما نكسر الفناجيل في المطبخ ولقينا الفناجيل الحلوة وبسعر طيب. كم ب 10 ريال؟ ب 10 ريال طقم الفناجيل. ما شاء الله هذه تصلح للضيوف. الضيوف بعد ما شاء الله تبارك. أهل الزين يلي تبون تكشخون شوف الترامس جني كام 129 الآن ب66 ريال. تبي شيء يجمل شوف أشكال الفناجيل 99 ريال. ول ول ما شاء الله ما شاء الله. لا تشوفها عمة المضيوم ثم انقشتها كلها كانت ب 299 الآن 249. شوفوا أشكال اشكال والوان كل واحد يقول انا احسن من الثاني. يا زقين هزقيناها سنة هزق ميمان بنت ابو سعاد حليله خفيفه وحليله. ها مناسبات كشخات رسميات شوف اسعاره هنا هذا 211 كان الان 129 وكذلك هذا نفس السعر وكذلك اشكال جديده ونازله. طبعا الخصومات اللي تشوفونها على كل فروع السيف جيلري هذا على 299 الحين 149. يا عمة المضيوم تعال شوف البيلات الطقم على 5 ريال ما شاء الله زين. شيلوا حط حقنا النسيم لا يفوتكم المحل توه جديد. عاد اللي يبغى الزين والكشخه والشياكه وشي يجمل طب التخير ما شاء الله يا الطقم ما شاء الله ما شاء الله. ها يا حمد انت شو صدق يلا خذي لك 2 ما شاء الله. تعال شوف الطقم اللي هنا عز الله نخاف نجيبه لما المضيوم ثم تكسره. ها ما شاء الله تبارك كم ذا سعر. شوف السعر 1579 كان الان 998 الطقم ذا. هذا حق شياك هذا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذا يصلح لرعاية اللمبات. شوف الطقم كامل كم 699 الان 499. وشوف الطقم هذا للضيوف يصلح. طقم تقديم شاهي كان 699 الان 499. مطبخكم فاضي وتبي شيء يجمل وشيء طيب واسعاره حلوه السيف جيلري. والله شوف الطقم مناسبات عزايم شيء رسمي شيء يجمل من الاخير. اختصاص راعية اللمبات تحب التقديمات اللي كذا. إن شافتها عز الله بتاخذها كلها بس إن شاء الله ما تشوفها إن شاء الله يشوفونه متابعينه وياخذها قبل هي لا تاخذها. جالسة تسمعني ورا ما شاء الله ما شاء الله. وشت له نصيب من البيالات والأكواب. عندك مشب مجلس شعبي ودك بديكور يناسب للمجلس أو المشب سيف جيلري شيء شعبي. ها 39 أخضر كبير هذا 39 36 في أحجام في كبير في صغير طالعوا بس ما شاء الله تبارك الله كامل متكامل. أبكي حمد الصحن اللي تشيلين هذا ويش منين ما أخذته صحون الحلا. ها تعالوا هنا أنت اللي تبه من أمت ولا أختت أختي يلا شيليه. شوف الصحون الحلا والتقديمات يقول لك كان ب 25 الان 15 اشكاله حليه والله تحط الحله هنا ويطلع شكله فخم هنا اشكال والوان
شاء الله. وهذه للتقديمات حلوة ها؟ شوفيني حمدة للتقديمات حلوة. وهنا أشكال شعبية. عمة سوينها عز الله ضيعنا رعت المكياج ورعت اللمبات وعمة المضيوم. ها أنت وين رحتي؟ تعالي جاي تعالي شوف السلاليل السلاليل ما شاء الله. بدل ما تحطين زمزمياتك في كيس ورايحة الاستراحة عند خواتك ولا خالاتك ولا عماتك، شيل السلة ذي وحطي الزمزميات فيها ويقولون ما شاء الله وش هالأنيق اللي مشت مع السلة البيضة. حطي زمزميات تسينها بس في السيف جيليري. المعرض كامل متكامل حقين النسيم شرق الرياض فتح جديد، الحقوا على العروض، والعروض على كل فروع المملكة. ايش فيه؟ باقي دور ثاني. خلينا نشوف الدور الثاني. هذه كلها هذه وش يا حمدة؟ هذه سواني حلا. سواني حلا؟ عن المباخر وحقات المباخر. انت كشي يصلح لامك يا حمدة. والله جميل. ها؟ ما شاء الله. هذه كلها مباخر حق التقديم وتوزيعات. راعية اللمبات، راعية اللمبات وش جاستي؟ هذا وش تبين فيه؟ الوش ذا؟ حلوة. الوش تبغين؟ شوف راعية اللمبات وش أخذت؟ ما شاء الله عليها ما شاء الله. عاد أنا أثق في ذوق راعية اللمبات. الزمزميات ما شاء الله ذكية جايبة لأمها ما شاء الله عنها بتملى مطبخ أمها. أيوة بريقو. أبشر أبشر نفس النوع. بدل ما تحطين التمر في صحنة بلاستيك وثم يجون الناس وراهم حاطين مقدمينا التمر في صحنة بلاستيك، تعالي خذ التمريات عاني ها. العجم يحطونه هنا والتمر في الوسط. هذه أشكال والوان كلها تمريات للتمر كلها. تعال تعال هنا ها شوف شوف يا حمد. والله زين. شيلي خلي رعاية المكياج تحطها. هذه ذهبية. تعال شوف هنا شوف يا رعاية اللمبات شكلها حلو. هذه للتمر صح؟ أوه ليتنا ما قلنا لها. ليتنا ما قلنا لها خلاص هلا لا تعطينا. خلي للمتابعين شيء ياخذون. اخذت الدنيا كلها. ما نبغى رجعي لا ما نبي نجس عليه. لا رجعيها رجعي الله يصلحك. حطيها يلا. على بريدز اشكال والوان. وين طالعين يا حمد؟ يقولون في دور ثاني في السيف جيليري. ابي قوالب حقنا نسي وشو؟ حقت القوالب الكيك حقت البانكيك. قوالب الكيك عن في مطبخ امك. السلات اشكالها حلوه. جينا للملاعق والسكاكين والمغاريف. ابكى عمه المضيوم لا تدري ان فيه دور ثاني يا حمده. ايه لو تدري حقنا نسي. شوف الترتيبات حقتهم. هذا الناس الستايل كذا اللي يحطون فيها الشوكه منديل. هذه تصلح لكم. هذه برضو سلاليل تقديم وما تقديم. اسلم طاح الشر ب 65. الجدور ها القدور عفوا ممكن بعضهم ما يفهم عليه جدور. على القدور قدور الضغط حقنا مكاشيت اللي يبغى شغله سريع سريع تعالوا وشيلوا من القدور وحط غداك بس. قدر ضغط السيف المينيوم ثلاثة ها السعر 66 ريال. هذا حليو يصلح حليو. انت يا حمد ما غير تشيلي من الملاعق عن الاحجام وعن اشكال والوان. هذا ب 240 ريال و45 هللة. هذا قدور الضغط الوان واشكال. هذا وش حافظات ولا وش شوي بس لو سمحت. هذه 299 كان سعرها 477 كلها طيب. طقم كامل طقم كامل 10 قطع. هذا 10 قطع كان سعره ب 488 الان 319. هذا تلقونه في الدور الثاني. واللي هنا وين ام المضيوم؟ عز الله ليتنا جايبين ام المضيوم. هذه 10 قدور 10 قطع. ايه 10 قطع ايوه 5 اطيان 5 قدور 299. وين ام المضيوم عنها؟ هذه حليوه. هذه شوف الطقم 339 كانت 399. هذه وش؟ هذه برضو نفسها طقم كامل لونين. بعضكم يقول عمة المضيوم وام المضيوم شلون يسوون المصابيب؟ طبعا يسوونها بالطريقه القديمه لكن الان معدي تسويها على طول تحط الدقيق هنا والعجين ويصير لك بانكيك. سعرها قبل 167 الان 119. في يجي لونين فيها الفوشي حقاته
البنات اللي يعني يحبون الألوان الحلوة الوردي ها، وهذا نفس السعر 18 عين. يلا اخبزي وحطي وخلي ورعات تساكلون. هذا 12 عين وهذا 18. واللي هنا 6 عيون بس هذا أكبر ها؟ أكبر بس. هذا إذا أنتم شوي وكبر الخبزة وحطي فيها النوتيلا وعيني من الله خير. هنا 8. ما شاء الله شوف الغلايات كبر راس المضيوم. هذه غلاية وفي ألوان ها، 1 2 3. هذه عندك طلعة وعندك جمعة. عبى الماء وغله والأمور طيبة. كم سعره؟ 3.5. سعره كم؟ 399. الآن 399. هذا الكبير أكبر واحد بكم؟ 588. كم؟ 839. تعال تعال هنا خليط كيك وما كيك ها؟ العجانات على تسم ذي. هذا 6.5. بكم؟ 357. 357 أول 469. وفي ألوان وأشكال عندك اللون 1 2 3 4 5. عاد هنا الشغل الحامي البوفيهات وما البوفيهات واللي التقديمات. شوف الصحون ذي تحط فيها مفطح ما شاء الله تبارك الله. هذا العجنات الحجم الصغير أول 419 الحين 299. وهذا ألوانها المكانس عليها عروض. سعرها كان 335 الآن 219. كل واحد تختلف عن الثانية. ايه 2000 واط 25 البرميل. 219 ذي. هذا 22 برميل 199 ذي. وهذا 199. 199. هذه قدور مندي. هذه وش ذي؟ قدور مندي. قدور المندي ايه. بدال الحفرة. ايه فحم. ايه. سهل لك الموضوع بدال ما تسوي حفرة. فحم وكهرباء. ايه. بكم؟ 1199. 1199 بدل ما تحفر في الارض. الصغير ب 1099. والكبير؟ الكبير ب 1199. قدور المندي. كويات جميع الانواع. بكم على كم الكويات؟ 44. اول 59. هذه هي الكويات. هذه وش سخانات؟ حقت الشاي ها؟ اي بدل ما تشب نار وتحط كهرب. الكهرب وشغل بريدزك واطبخ شاهيك عليه. 119 اول 177. 119 هذا 119 ها؟ اي اول 177. 177 طوى حين القهوه طوى يا عمار يا قدمه. بكم هذه؟ هذه اول ب 76 الان ب 46 في جميع الاشكال. وهذه طحانه؟ هذه طحانه الهمر. الهمر وش الهمر ذا بعد؟ طحان حجاره اللي معك ما شاء الله. هذه ب 49 الان 33. 33 ريال. أنا برميل مندي برضه. برميل مندي. 99. عز الله سهلت الأمور يا سيف جيلري. كان 799 الآن 699. ما في دلال. دلال المسافر. 499. العربي ودلال السياحي وكل الموجود. هذه وش دي وش؟ دلة الضيوف. دلة الضيوف. أصب القهوة كامل. أيوة موية قهوة اللي تبغاها هذه 7 لتر. ويصبون. على طول. عز الله سهلت الأمور. تسخين. نبلشنا في واحد الراعي قهوة نحذي عنده وتقهوة. هذه بكم؟ هذه ب 1300 و 1300 انا شكله بشتريها ب 1300 وكم؟ 80. 80 اي والله الحين معي. هلا شلونك؟ الله سلم على اللي عندك كلهم زين. يا احلى البنيه اللي ماسكه الجوال وتعرف تصور سيلفي الله يحفظها ان شاء الله. وش اسمك سنتي؟ شادي. على طول جيتوا السيف هنا؟ الله يحفظك. هذه هاتها باخذها لسويكت وابو جليل عشان لا يطلبوني شيء ولا ذا. عبيت لهم القهوه هنا واصب لهم من هنا ولا هم يصبون؟ والله خدمه حلوه. بكم؟ 7 لتر. وهذا وش الجهاز ذا اللي حاطينه؟ هذا الماطور تبعه. الماطور يحضر القهوه هو؟ تحط المويه والقهوه وخلاص؟ على طول ايوه. ب 1380. يا اخوان اللي ياخذها يقول انا جاي عن طريق فيحان وخذوها عني. هذا اعلام عرض. بكم هذه؟ هذه ب 99. ايوه 116. عاد الطوفريات تقضي الغدا وما الغدا. أمت المضيوم حملت العربيات عانوها بدأت تتقش ورعية اللمبة. شوف يا ليل من رعية اللمبة. واخري قلايات أديسون ها عليها عروض بالكامل. شوف أشكالها والله أنا حليوة تهبل. طب وتخير هنا أسعارها 69. 69 كلها أول بمية وتسعة وستين كلها الحين 69. 69 كلها أيه. اشكال كثير ايه اشكال كذا. هذا 149 179 الان ب 149. وهي معك هنا برضه 48 السيف. طبعا السيف
شاء الله حقين النسيم كثروا خلنا بل. هذا وش جابه؟ وش تبغى؟ تشتري بعد انت على طول؟ ما امداه شاف سناب على طول جاء طقم. يلا اخذ لامك يلا. شوف سعره بكم؟ ها شوف الطقم 529 كام؟ 669 كم؟ 699. حتى سويك جاي لاحقني. يلا سيف قلري مضبط الوضع، خصومات وعلوم طيبة. لا والله ما عينا خير. قام يجمع من هالزمزميات والترامس، لقى العروض ولقى الخصومات، من يدفعها؟ هذا بكم؟ شو سعره؟ 83. هذا تعبيه قهوة العيال. أبو جليل بلشان فيك شوي، يبغى قهوة ويبغى ذا، عبل هالبريدز ذا وخله يشرب لين يشبع. أنا بروح يلا مع السلامة. عندكم سويكت زين؟ ما يمدين نقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا ما شاء الله. المحل ما شاء الله زحمة، كان فاضي. يستاهلون أهل النسيم شرق الرياض، يستاهلون والله. حي متابعينا كلهم، والله أني تشرفت فيكم. يا ما شاء الله على العيال اللي جاي مع أهلهم يتقضون منا السيف. شلونكم؟ طيبين. شون عرفتوا أني هنا؟ سناب. ما شاء الله جاوب أهلهم. يلا شوبينج موفق. حق النسيم ما يقولون شوبينج، تسوقوا. ها تسوقوا، الله يحفظ. واضحة وين عربيات راعية اللمبات. راعية اللمبات هذه عربية واحدة ثنتين، قشت أم الدنيا كلها. أنا داري إذا أخذت المحل موعين ولا لمبات نبي نلطع 10 ساعات. وهذه حمدها الظفرة، شوفوا ما أخذ لأمها، ما نسيت أمها، شرت لأمها ها. ما نسيتها. وهذه عربية سويكت، عان قش لأمها من الترامس وشرى لها بريد، ماش ما يعرف ينقي سويكت. وهذه المين عمة المضيوم، عمة المضيوم مغارة عبي من الترامس في مطبخها. نمشي أختت وينها؟ خليها تطلع أختت. وش تبغين ذا؟ عجبني شوف أنت كل شيء عاجبت أصلا، كل شيء عاجبت.